هلا وبأخبار جميلة ومبشرة وسارة فيما يخص جائحة كورونا، حيث أعلنت وزارة الداخلية رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا، وذلك بناء على متابعة الوضع الوبائي وما رفعته الجهات الصحية والمكتسبات المتحققة في مكافحة الجائحة والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة وقاية أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى.